آدم هو اسم أعجمي، أي اسم غير عربي على قول بعض العلماء، ومنهم من قال هو اسم عربي مشتق من أديم الأرض أو من الأدمة. الأدمة فلان آدم، يعني أبيض لكن يميل إلى السمار. كاشتقاق إدريس من الدراسة، وإبليس من الإبلاس، أبلس من رحمة الله يعني يائس من رحمة الله، مطرود من رحمة الله، من هنا سمي إبليس لما اعترض على الله، أبلس أي طرد من رحمة الله فيأس منها. أما قبل ذلك فكان اسمه عزازيل باللام.